السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد وخبر جديد. أعلنت شركة إيبك وهي الشركة المطورة لفورتنايت عن خبر يعتبر من أهم الأخبار في عالم الألعاب في الوقت الحالي، وهو أنهم جالسين يشتغلون على تطوير اللعبة لأجهزة الأندرويد والآيفون، يعني راح تقدر تحمل اللعبة على جوالك من متجر البرامج أو الأب ستور. وكمان قالت ان اللعبة بتكون كروس بلاتفورمز، يعني بمعنى ثاني انك تقدر تلعب على الجوال وتدخل سيرفر مع شخص يلعب على الكمبيوتر او على السوني. لكن طبعا زي ما احنا عارفين ان التحكم بالجوال صعب وبيكون شبه مستحيل الفوز على شخص يستخدم الكمبيوتر او السوني، ولهذا السبب اعلنت الشركة عن اضافة الاختيار لاصحاب الجوالات. يعني اذا انت محمل اللعبة على الجوال فبيكون عندك إمكانية تدخل على سيرفرات الكمبيوتر والسوني، لكن هم ما عندهم إمكانية الدخول لسيرفرات الجوالات. موعد صدور الجوالات غير محدد للآن، لكن متوقع صدورها بوقت قريب. وآخر شيء أضيف أن اللعبة بتصدر لأجهزة الاي او اس أو الايفون والايباد قبل ما تصدر على أجهزة الأندرويد اللي راح تصدر بعدها بفترة. إيش رأيك بالخبر؟ وهل راح تحملها على جوالك أو راح تكتفي باللعب على الكمبيوتر أو السوني؟ وبكذا أكون وصلت لنهاية المقطع. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسانا من اللايك والاشتراك، وأشوفكم فيديو جديد بإذن الله.